شكوك كتيرة محتاج ليها ردود. أنا من حقي أفكر وأسأل من غير حدود. مش قادر ألغي عقلي ولا قادر أخبيه، ده في كلمتك يا ربي حاجات محتاجة نور، حاجات محتاجة نور. حقك تسأل. اهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا اتقابل معاك النهارده في حلقه جديده من حلقات البرنامج اليومي حقك تسال. حق الانسان انه ياكل كويس، يشرب كويس، يعيش كويس، لكن كمان حقه انه يطرح الاسئله ويجد اجابات على اسئلته. من ضمن اسئله اليوم التي وردت الينا سؤال عن معموديه الروح القدس والنار. يقول السؤال: ما هي معموديه الروح القدس والنار؟ هل هما معموديتان أم معمودية واحدة؟ وهل هي امتياز عام لكل المؤمنين أم اختبار فائق ثاني لفئة من المؤمنين؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل. البعض بيقف قدام معمودية الروح القدس بشيء من الحيرة. هل هي معمودية واحدة ولا معموديتين؟ ليه؟ لأن عندي حاجة اسمها معمودية الروح القدس والنار. يا ترى معمودية واحدة هي معمودية الروح والنار تحدث لنفس الشخص، ولا معموديتين، معمودية الروح القدس ومعمودية النار لفئتين من البشر، مؤمنين وهالكين؟ ويا ترى معمودية الروح القدس امتياز عام لكل أولاد الله، ولا اختبار ثاني فائق يناله بعض المؤمنين فقط؟ الحاجات دي علشان نرد عليها ونجيب عنها مش محتاجين نجيب بعيدا عن كلمة الله، فنحن نسأل والكتاب يجيب. وعشان نجيب إجابة صحيحة نذهب إلى نصوص الكتاب ونراعي القرينة، النص بيقول إيه وخلفية النص إيه. أولا في متى 3 الأعداد من 7 ل 11: فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون إلى معموديته قال لهم، كلام عن يوحنا المعمدان: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. خدوا بالكم كلمة النار، إيه اللي هيتقطع ويترمي في النار؟ أكيد فريق هالكين لم يأتوا بثمر. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. لما اتكلم عن الروح القدس ونار كان بيكلم فريق قدامه كبير جدا من الفريسيين المرائين اللي جايين، فبيقول لهم: من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. وهددهم أن كل شجرة لم تأتي بثمر ستقطع وتلقى في النار. والسؤال ينطبق عن مين كلمة شجرة لم تأتي بثمر ستقطع وتلقى بالنار؟ هل عن المؤمنين أم عن الأشرار؟ أكيد الإجابة عن الأشرار. يبقى اللي هيتقطع ويترمي بالنار هم الأشرار. يبقى خد اللي بعدها بقى، مين اللي هيتحرق بالنار؟ هم الأشرار. أما للأشجار التي ستأتي بثمر هم مين؟ المؤمنين. طب المؤمنين اللي هيجيبوا ثمر هيجيبوا منين؟ عندما يسكن فيهم روح الله. يبقى واضح إنها معموديتان مش معمودية واحدة. معمودية الروح القدس للي هيأمنوا بالمسيح، اللي هيعترفوا بخطاياهم كأنهم أشجار أتت بثمر. أما معمودية النار لمن يرفض المسيح سيقطع ويلقى في النار. كلمة معمودية يعني تغطيس، أي سيطرحون في بحيرة النار إلى أبد الآبدين. فالكلام هنا واضح، قرينة الكلام هي كلمة النار. النار من نصيب الأشرار الذين لم يأتوا بثمر، أما الروح القدس من نصيب الأبرار الذين سيقبلون المسيح ويأتوا بثمر.
على نفس الشاكلة في مرقس 1 الأعداد من 4 إلى 8. كان يوحنا يعمد في البرية ويكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، وخرج إليه جميع كورة اليهودية وأهل أورشليم، واعتمدوا جميعهم منه في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. وكان يوحنا يلبس وبر الإبل ومنطقة من جلد على حقويه. لكن عدد 8 يقول: أنا عمدتكم بماء، وأما هو فسيعمدكم بالروح القدس. ما جابش النار. يعني في مرقس 1 يوحنا ما قالش سيعمدكم بالروح القدس ونار. والسؤال ليه؟ هل سقط سهوا من مرقس؟ إطلاقا، لأن الكتاب قال لنا قبل ما يوحنا يقول العبارة ديت، قال لنا أن كل اللي جم اعترفوا بخطاياهم واعتمدوا منه. يعني بعدما اعتمدوا اعترفوا بخطاياهم أولا واعتمدوا، فصاروا كلهم أبرار، ينطبق عليهم الشجر الجيد الذي أتى بثمر. فلأن كل اللي قدامه دلوقتي معتمدين يعني أبرار، لازم يكلموا عن معمودية الروح القدس مش النار. النار لأولاد الأفاعي اللي هم مش جايبين ثمر، اللي هم سيقطعوا كالشجر ويلقوا في النار. لكن لو رحت أنا بعد كده للوقا 3 الأعداد 16 و17، أجاب يوحنا الجميع قائلا: أنا أعمدكم بماء، ولكن يأتي من هو أقوى مني الذي لست أهلا أن أحل سيور حذائي، هو سيعمدكم بروح القدس ونار. هنا جاب لنا مرة تاني الروح القدس والنار. طب ليه؟ يكمل ويقول: الذي رفشه في يده وسينقي بيضره ويجمع القمح إلى مخزنه، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. طالما قال لنا التبن هيتحرق بالنار، زي ما قال الشجر غير المثمر سيقطع ويلقى في النار، يبقى بيتكلم عن فريق من البشر غير مؤمنين نصيبهم النار الأبدية، يبقى لازم يقول معمودية النار. لكن لما يتكلم مع أبرار فقط يجيب معمودية الروح القدس، أبرار وأشرار يجيب المعموديتين مع بعض، معمودية الروح القدس للأبرار، معمودية النار للأشرار. طيب أرد على الجزء الأخير، هل هي امتياز عام؟ إيه هي معمودية الروح القدس؟ معمودية الروح القدس هي بالضبط سكن الروح القدس فينا. لما حل الروح القدس يوم 50 عمد 120 اللي موجودين في العلية في يوم 50 في أعمال 2، وعملهم جسد واحد. نزول الروح القدس وسكناه في 120 شخص وتكوين بذرة الكنيسة، هو ده معمودية الروح القدس، وده امتياز عام للكل. عشان كده في كورنثوس الأولى 12 من عدد 12 ل 13 يقول: لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضا. لأننا، قولوا معي الكلام ده كده، لأننا جميعنا، جميعنا يعني كل المؤمنين مش مجموعة صغيرة، كل المؤمنين جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرار، وجميعنا سقينا روحا واحدا. من خلال كورنثوس الأولى 12 أعرف أن معمودية الروح القدس معناها تكوين جسد المسيح، ده اللي حصل يوم 50، وكل يوم أي واحد ينضم للجسد ياخد نصيبه في هذه المعمودية. طب تكوين جسد المسيح ده للبعض ولا لكل المؤمنين؟ كل المؤمنين اللي انضموا لجسد المسيح خدوا نصيبهم في المعمودية، فهي امتياز عام وليس اختبار فائق للبعض. وإلا بتوع كورنثوس كانوا أطفال في الإيمان وكانوا جسديين وكان عندهم خناقات وكانوا أدبيا واعين وكان عندهم أحزاب وكان عندهم انشقاقات، لكن كانوا متعمدين بالروح القدس، لأن معمودية الروح القدس هي امتياز عام لكل أولاد الله وليست اختبارا فائقا ثانيا. والتقي بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة قادمة، والرب معك. عندي شكوك كتير محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر وأسأل من غير حدود، مش قادر ألغي عقلي ولا قادر أخبي، ده في كلمتك يا ربي حاجات محتاجة نور، حاجات محتاجة نور.